يوم من الأيام أنا كنت أقدم البرنامج واتصلت بي مرية، قالت لي أنا أم محمد من مدينة الصدر. قالت لي أنا عندي ولد، والولد عمره 13 سنة، وبعت الموبايل حتى أوديه للمعركة. الله، حكت هواية حكي. وقالت لي أنا محضرة شكلية لمن يجيني مستشهد راح أطش على تابوته. يمكن الناس اللي يسمعون هذا الحكي قسم يقولون متفقين وياها واتصلت، وقسم كذا وقسم. المرأة اللي كانت تحكي وياي كلامها كان أقوى من الرصاص. لأول مرة أسمع كلام مؤثر من متصل بهذا الشكل. ما كانت كلمة تطلع من عندها إذا ما كانت مباشرة تدخل في كل شعوري. طلعت من الاستوديو متعب منهك، وإجيت على غرفة الأخبار وقلت لهم يا شباب أريد عنوان هاي المرة. الشباب اللي موجودين كانت عندنا طريقة حلوة، إحنا عندنا كرتونة صغيرة ونخليها بالقناة، إذا شفنا أكو شيء، إذا واحد محتاج إلى شيء أو يريد يتبرع إلى شيء تبرع. تذكرها بتولي يمكن. نعم. جبت الكرتونة وخليتها بغرفة الأخبار. إجوا الشباب اللي عنده خلاهن، واللي عندي واللي كذا. أنتوا ما مطلوب منكم لا. أبداً 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 أبداً. بس إحنا شعور بالمسؤولية. إيه فعلًا. مو أنا مفكر إنه أريد أسوي شيء. وطلبت واحد من بدون وعي هذا اللي دسويه. طلبت من واحد من زملائي إنه يوصلني على بيت هاي المرأة يخابرها. خابرها طلعت من مدينة الصدر، أنا مو كلش أندل من مدينة الصدر. ورحنا لهناك، وصلنا إلى حديقة مبنية على الرصيف. اسمحوا لي شوية راح أخذ منكم وقت. سألنا على البيت، صعدنا بدرج صغير، والدرج كان يعني بائس حقيقة جدا. وصلنا إلى شقة بها غرفة وصالة. قبلها طلعت لنا المرية، شافتني مرية لابسة عباية ولابسة نظارات، والنظارات مكسورة. فلما شافتني قلت لها أنا محمد الخزاعي. قالت لي هو أنت نفسك اللي حكيت وياك بالتلفزيون؟ شبقتني، دخلتني جوا عبايتها وخذتني وصلتني إلى بيتها. دخلت ببيتها وقعدت مثل بيوتنا الفقرة وأكثر فقراً. قعدنا، جابت لي بنيتها كانت عندها كلية وحدة، لا إله إلا الله، وعدها هالولد، وزوجها يشتغل بالبلدية بأجر يومي. شوفتني صورة الولد اللي هو كانت تحكي لي عنه بالتلفزيون. أقسم بالله العظيم راحت جابت لي كيس شكلية ضامته جوا فراشها. قالت لي هذا كيس الشكلية ضامته لابني من يجيبونه شهيدة طشي على تابوته. هذه القصص طلعتني. اسمحي لي خلي أكمل لك القصة. طلعت من يمها حسيت نفسي يعني في عالم آخر، في دنيا ثانية، عالم ملكوتي، دنيا ملكوتي كلها مبادئ ملكوتي. نزلت جوا، شوفتني بسطية صغيرة وقالت لي يومية أتدين من الفرن صمونات 5، لا حول ولا قوة، وأشتري وأتدين من الأسواق همبرجرايات 5، أخليهن بالصمونة وأبيعهن منتظرتنا يجيني حتى أوفر له كروتة ويرجع مرة ثانية. انتهى المشهد الأول. رحت رجعت للقناة، نسيت المرأة. ورا فترة جاني اتصال من المرأة نفسها، كانت تحكي وياي. اول ما حكت قالت لي نسيتني، نسيت صوتي. بصراحه انا هواي متصلين فنسيت صوتي. قالت لي يما يا محمد انا ام حسين، اتذكر هيك ام حسين بس للاسف ما هو حسين. قلت لها ليش؟ قالت لي لان حسين استشهد واجاني وطشيت على تابوته شكليت. وحكت قصه طويله عن هذا الموضوع. قصص عظيمه هذه القصص. هذا يشعرك بأنه أنت إنسان في محلك اللي الله سبحانه وتعالى اختاره إليك.